بعد ان قمنا بعرض بضعه اسئله حول مبدا الاحترام نقوم الان باعطاء بعض التوصيات حول تطبيق مبدا الاحترام في حياتنا العمليه هنالك عده ابعاد الاحترام خصوصا بالنسبه للانسان الذي يريد ان تكون حياته العمليه ناجحه من دون خساره احترامه للاخرين واحترام الاخرين له هذه الابعاد تشمل اولا احترام زملائك في العمل وصفه هذا الاحترام بناء علاقة من الود والحرص على منفعة الآخر والمنافسة الشريفة. كم من الناس يعتقدون أن الطريق الأمثل والوحيد للوصول إلى أهدافهم في الحياة يأتي عبر تهميش من سواهم. إن احترام زملائك يقتضي أن تعترف بمواهبهم وإنجازاتهم كما تحب أن يعترفوا بمواهبك وإنجازاتك. والقاعدة الذهبية في الحياة تقول: عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ثانياً احترام رئيسك او مديرك المباشر. هذا الاحترام ياتي عن اعتراف بالتراتبيه الاداريه وبكون المؤسسات لا يمكنها تحقيق اهدافها دون رئيس ومرؤوس، دون مدير وموظف. ولو ترك الانسان على هواه لفسدت المؤسسات وتعطلت الفعاليه. لا يعني احترام الرئيس او المدير المباشر ان يكون الانسان خانعا خاضعا ملبيا لكل ما يطلب منه دون تفكير. فالمؤسسات الرائدة هي تلك المؤسسات التي تعطي للمرؤوسين فرصة للتعبير عن آرائهم دون خوف. ثالثاً احترام من هم أدنى منك بالتراتبية الإدارية. إذا قدر لك أن تكون مديراً أو رئيساً أو قائداً فهذا لا يعطيك حق عدم احترام من هم دونك. وأفضل الموظفين بالنسبة لك ولأي مدير هم أولئك الإيجابيون أصحاب النظرة الناقضة الثاقبة البناءة. فقد يكون الموظف خاضعا لك ولكنه سلبي لا تستفيد منه برأي ولا تسترشد منه بنقد بناء إن احترامك لمن هم دونك هي إشارة إلى أنك تقدر مواهبهم وتأخذ أفكارهم بعين الاعتبار أخيرا احترام الآخرين بشكل عام لا حياة سعيدة بدون احترام تحترم الناس جميعا بغض النظر عن أعمارهم وخلفياتهم كبارا صغارا ذكورا إناثًا، تحترم رئيسك ومرؤوسيك، تحترم المتعاملين معك، تحترم الناس كلهم، تحترم جيرانك الإحترام هو علامة النضوج الفكري والخلقي، تحترم حقوق الجميع من حولك ولو تفاوتت مراكزهم ومناصبهم وأعمارهم وقدراتهم ويشمل ذلك إحترام القوانين والإجراءات، حيث يفقر بعض الناس بقدرتهم على مخالفة القوانين، مخالفة الإجراءات تجدهم لا يلتزمون بالقدوم على الوقت أول الدوام لا يلتزمون بوقت المغادره لا يراعون اللباس المناسب عند قدومهم الى العمل يتكلمون بصوت مرتفع دائما وبشكل مزعج تجد بعض الناس لا يقف في الصف او في الطابور يعتبر ان الاجراءات الاداريه والقوانين المرعيه انما وضعت لغيره ولم توضع له وقد يزهو بعض الناس الذين اصابوا قدر من الذكاء او النجاح او المال او الشهره يزهون بانفسهم وتفقدهم مظاهر النجاح هذه توازنهم في الحياة لدرجة أن يعتقدوا بأن الله ربما أعطاهم هذه الأمور لفضل في أنفسهم ويحسوا باستحقاقهم لهذه الأمور وهذا ما يعبر عنه بالإنجليزية بمفهوم sense of entitlement الإحساس بالأحقية الشخصية ماذا نعني بالsense of entitlement الشعور بالأحقية الشخصية في بيئة العمل